والله رسالتي إلى أهلي في نينوى بشكل عام أن لا يصيبهم الإحباط ويصمدوا لهذه الفترة، لأنه هناك رجال سيقاتلون وقاتلوا عنهم وعن مصالحهم إلى حد الموت. أبدا لن نتهاون تجاه مصالح نينوى مهما كلفنا هذا الموضوع أبدا، واحنا ايضا ودماء هؤلاء الشهداء لن تذهب سدى، متأكد من هذا الموضوع أبدا بس هالمرة راح نتعاتب، ترى أبدا عتب قاسي إذا ما أخذت حق إن المسلم شاء الله. وإذا ما حاضرين تمت محاسبة ومعاقبة هؤلاء. بس يعاقبهم بقت أكو الأبشر. قضية بكل هاي الطلايب، رئيس المجلس ماكو، شنو الموضوع؟ مجاز رئيس لا مجلس المجلس، قلت لك المجلس أصبح عقبة ومشكلة في عملية الإصلاح في مدينة في محافظة نينوى، وبقاء أعتقد غير مجدي حاليا، ويجب أن يكون هناك عمل. وأنا مع الطرح اللي طرحته قسم من الكتل السياسية في الأسبوع الماضي، أنه ينبغي أن تجمد أعمال مجالس المحافظات لهذه الفترة.